ست مسائل قد احصينا 1000 امراه في الاسماء. هنا طال عمرك النبي والصوره عشان انت بتزق جامد يعني كيف كان تعامل معاهم ولا مش مسائل التربويه التعليميه الحركه اللي يكون مو زي ما نتخيل من الصغار لكن لازم السيره يمثل ثلاثه في حياه هي الشمول هذا تمام التعليم احصينا اكثر من 350 اسره عندكم ماتيريال انت لا مش عايزه كده هنا طال عمرك اي بلد او مكان زار النبي صلى الله عليه وسلم هذه هي هذه الحصيله لازم تكون عمرها هذه معتقدات في ان شاء الله يروح منك تذكر على اي مكان في المدينه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت المدينه النبويه هذا المسجد النبوي هنا كانت الحجرات هي حجره عائشه رضي الله عنها اللي هي الان القبر النبوي قبر النبي صلى الله عليه وسلم هنا فندق السعوديه الجديده اصبحت كلها داخل الحرم هذا مولد رجع المكان البيت عبد الله بن عبد المطلب هذا بيت المولد نعم نعم تنبهنا بعض الناس أن الحادثه في لان ارض العمره تحت اميره بنيه صخريه وغاصت فيها رجل الفرس الى بطنها.